الله يسلم الحكومه لك تعيين، والمدارس ابو المدرسه يعوف مدرسته ويجي يشتغل هنا ياخذ له مصرف ويروح لاهله او لمدرسته بهذا الظروف الصعبه شويه، ظروف جاي نمر بها يمر بها العراق شويه صعبه ظروفنا. ايش قد صار لك منازل اهلك؟ والله صار لي 22 يوم. الحمد لله علي حال، شو اسوي؟ هاي هي. وين تنام؟ والله عندي تشمبر هيك مسوي فوق السطح انام عليه. نايلون؟ اي نايلون وخشبات ونايم عليه. نفس ذن شفناها يم العلوه النموذجيه؟ اي اي اي. هذول هم جماعتك؟ هذول جماعتنا. ليش؟ ماكو سكن هنا، وتدري انت العلوه هي محصوره ومكاتب ايجار، وتجي لابو المكتب، المكتب ياجر بخمسه وسته. اليوم؟ 6 ملايين و7 ملايين. فهذا اللي اجر ب 5 ملايين 6 ملايين يخليك تنام لك بغرفه، ما تصور هيك اكو شيء.